مستشفى معاداة عسكري لا تقبل حالات كورونا. النجوم يشيعون محمود ياسين بالدموع. أنا مش مصدق أن أنا في جنازة محمود ياسين. كان المشهد من مراسم جنازة وتشييع جثمان الراحل محمود ياسين لمثواه الأخير اللي رحل اليوم أمس عن عمر 79 سنة. وصباح اليوم صلوا على جثمان الملفوف بعلم مصر في الساحة الخارجية لمسجد الشرطة بالشيخ زايد بأجواء حزينة ومؤثرة جداً. وأسرة الراحل تواجدت مبكراً قبل الكل لما وصلوا مع جثمانه، وأولهم ابنه عمرو ياسين. إن الله يرجعون، ربنا يرحمه ويحسن إليه، وشكراً لكم ولاهتمامكم، الحمد لله. أما محمد رياض زوج رانيا بنت الراحل حرص يرد على بعض الشائعات اللي تم تداولها عن وفاته بسبب كورونا. هو كان في مستشفى المعادي العسكري، وزي ما كل تقريبا الناس عارفه مستشفى معاداة عسكري لا تقبل حالات كورونا، عشان ما حدش بس يقول الكلام ده تاني. والكاميرات رصدت لحظات بكاء وانهيار وكلمات من زوجته الشهيره لحظه دفنه خلت الكل في حاله صمت. حالتهم مش كويسه طبعا، ربنا يا رب اصبرهم، لانه راجل فعلا يتزعل عليه، أب يتزعل عليه، زوج يتزعل عليه، صديق يتزعل عليه. إحنا بنعزي أنفسنا وبنعزي يعني الشعب المصري والشعب العربي في وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، أحد رموز يعني النقابة وأحد رموز الفن. وحضر للجنازة معظم أهم نجوم الوسط الفني في مصر، بداية من الجيل الذهبي اللي اشتغل معهم مثل حسين فهمي، عزة العلايلي، رشوان توفيق، محمود حميدة، إلهام شاهين، لبلبة، نادية الجندي، يسرى، بالإضافة لسهير رمزي اللي دخلت في نوبة بكاء وكانت ماجدة زكي عم بتهديها. أنا مش مصدق أن أنا في جنازة محمود ياسين، كان هو بيبقى معانا في المناسبات دي وبتاع. كان في بيننا تنافس على مدى سنوات طويلة، ومع ذلك كنا أصدقاء. كان إنسان جميل وفنان له بصمة ما فيش شك، فنان قدير على كل المستويات، مستوى الفني والمستوى الأخلاقي. كنت تحس إن واحد مننا، تحس إن أخونا، تحس إن قريبنا، تحس إن جارنا. كلنا يعني مصر والعالم العربي كله حزين على فقدان نجم كبير زي محمود ياسين. وحضر أيضا خالد النبوي بالإضافة لأحمد السقا اللي كان حريص يواسي عمرو ياسين بوفاة والده. اللي خلف الماتش، يعني اللي خلف الماتش الله يرحمه، محمود قيمة وقامة ربنا عليه وعشنا عليه. بالإضافة لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوزان نجم الدين، وبشرة اللي كانت عم تحكي عنه وهي بتبكي. يعني الفنان اللي زي أستاذ محمود ياسين قيمة كبيرة بتفضل باقية وبتفضل ذكرى عطرة. صعب لما يرحلوا نجوم هذا الزمن الحلو اللي احنا كلنا ربينا عليه، صعب صعب، بتحسه قبل لك يعني، بتحسه جزء من عيلتك. بقول الله وربنا يرحم استاذ محمود ياسين، يعني فقدنا واحد من عمدة الفن المصري.